بنعمل وجبات افطار صايم على الطريق الاقليمي. الطريق دوت بقاله بسنتين ثلاثه الحمد لله، احنا في ثالث سنه تقريبا على الاقليمي. بنعمل وجبات افطار صايم على الطريق الاقليمي. الطريق دوت بقاله بسنتين ثلاثه الحمد لله، احنا في ثالث سنه تقريبا على الاقليمي و12 سنه الحمد لله بدوري الكروان. الحمد لله احنا بنبقى لابسين الفسفور عشان برضو الناس تاخد بالنا بالهم بينا. طبعا الحمد لله وجبات برضو بيفط الناس تبقى واخده بالها برضو. الحمد لله الناس كتير جدا، عربيات نقل، عربيات ملاكي، الحمد لله كله بيبقى واخد. يا رب يكون لنا خير كلنا ان شاء الله. يا رب بالتوفيق ان شاء الله. الله يخليك، تسلم. توفيق. في ميه معاكم يا شباب؟ احمد يعني حد معاه حاجه ثانيه؟ هات هات خلاص. يا باشمهندس كل سنه طيبين. كل سنه وحضرتك طيب. ايه الاخبار السنه دي؟ يعني احنا متعودين نطلع معاكم دايما الاقليمي. نورتونا. ربنا يحفظك. نورتونا والله. والله السنه دي زي ما انت حضرتك شايف كده، يعني ان شاء الله الخير كتير واهل الخير كتير، ويعني ربنا يساعد اهل الخير اللي هم الناس اللي بتتبرع، ويساعدنا ان احنا نقدر نعمل اي حاجه تبسط اهالينا وناسنا هنا في قلب البلد ان شاء الله. الناس في العربيات بتستنى عشان تجي لكم هنا، انتوا بيستنوك كل يوم ويزمروا عشان عارفين ان في اهل بابور طالعين يتكلموا. دي حاجه متعودوا عليها من اربع سنين من ساعه ما اشتغل الطريق الاقليمي، وحضرتك يمكن كنت معانا قبل كده وعارف ان احنا بنعمل ده عمل يعني خير للناس هنا اتعودت علينا. كل العربيات زي ما انت شايف كده، لو حضرتك بصيت تلاقي احنا خلصنا وربنا يعيننا، لان حضرتك شايف جاي بينتظر والراجل الله اكبر. فالحمد لله يعني الاقبال انت شفته حضرتك اهو، ويلا ربنا يعيننا يعني. يعني بالتوفيق ان شاء الله. تاني بعد الوجبات ان شاء الله، بحيث ان احنا نقدر نلبي طلبات ناس كتير عن كده ان شاء الله. ربنا يوفقك وربنا يجازيك كل خير. احنا هنا في مشروع افطار صايم في قريه زاويه الجروان مركز البابور محافظه المنوفيه. هنا احنا المشروع ده قائم من 12 سنه، على القائم كله على التبرعات والمجهودات الذاتيه، والحمد لله للسنه ال 12 على التوالي احنا متواصلين الحمد لله بفضل الله وبفضل تبرعات الناس وبفضل مجهود الناس اللي هي بتشارك معانا في هذا المشروع. والسنة دي بصراحة احنا كنا متخوفين السنة دي من غلاء الأسعار، ان المشروع يعني التبرعات والمشروع وغلاء الأسعار انه مش هيكمل معانا بإذن الله. لكن الحمد لله اول ما دخلنا وابتدينا واشتغلنا لقينا الحمد لله الخير جاي من عند ربنا وفضل الناس ازيد من السنين اللي فاتت، لان يمكن غلاء الأسعار خلى الناس اللي كان بيتبرع بيتبرع بزيادة شوية، والحمد لله بفضل الله هي شايلة نفسها لحد الآن، وبنوزع الحمد لله نفس الكمية اللي احنا كنا بنوزعها كل سنة من 200 ل 400 وجبة يوميا ماشي. وبقينا نطلع وكنا بنقول هنلغي الاقليمي، لكن الحمد لله بفضل الله برضه طلعنا على الاقليمي وبنوزع على الاقليمي للناس اللي هي المره اللي هي مسافره على طريق الاقليمي، عشان اللي هي مش هتلحق توصل للبيت ساعه الفطار. فالحمد لله بفضل الله برضه ابتدينا برضه وبنوزع هناك على الاقليمي الوجبات، وهنا برضه بنوزع في القريه 200 وجبه يوميا على 200 اسره. أسرة 200 أسرة بتاخد من عندنا من فضل الله، يعني مش من عندنا ولا من عند أي حد، ده من فضل الله بيتوزع على البيوت لحد عندها قبل أذان المغرب، بيكون الوجبة سخنة طازة واصلة لحد البيت، عشان هو ما بيخليش حد يجي لحد عندنا. في ناس بيبقى عندها عفاف كده وإن هي ما تقدرش تتحاضر، إحنا بنوصلها لحد البيت عندها عشان هي ما تخرجش من البيت او كده. وربنا كل سنه وحضراتكم طيبين. باب خير بيعمل وجبات جاهزه للاسر اللي هي محتاجه، في كميات بتطلع للاسر اللي هي اكتر من 2 أو 3 أو 4، وفيه بيطلع لفرد برضه رز وخضار ولحمه او فراخ على حسب المقدار. بنعمل حوالي في ساعات بيبقى في 200 اللي هو الاسر اللي هي الثلاثه واربعه، وساعات 100 من اللي هو الاسره الواحده، وفي بقى الحاجات الوجبات اللي بتطلع على الاقليمي بقى ساعات بيخش 200 210 حسب الكميات اللي بتبقى مطلوبه ساعتها.
وكل يوم ده في خير، كل ما فيه في زيادة في الخير والناس بتبعت حاجات، وفي ناس بتبعت حاجات برضو، واحد بيبقى عايز يعمل عقيقة ودابح ولا حاجة يجيب لحمتها هنا بدل ما بيعملها قدام البيت بيعملها هنا، وبتبقى الثواب أكتر لأنها بتروح للمحتاجين فعلا، غير اللي بتبقى معمولة في البيت بقى بأي حد بياكل منها وخلاص. وفي ناس اللي كل واحد، وفي ناس بتروح تجيب لحمة وهي وتجيبها وتيجي وتجيب فراخ يساعد بمجهوده، واللي بيساعد كده، وكل اللي انت شايفه ده كله شغال ايه بوجه الخير بمجهوده وثوابه وكل حاجة، واللي بيقدر بيساعد بيساعد بالمبلغ بفلوس بأي حاجة، وكل واحد بيجيب اللي هو بيقدر عليه.